ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم؟ سأروي لكم قصة عن رجل غني هو أغنى رجل عرفه التاريخ. ومن يكون هذا الرجل؟ إنه قارون. قارون؟ نعم قارون. وهل كان فعلا أغنى الناس في عصره؟ نعم يا أبنائي، كان غنيا جدا لدرجة أن خزائنه كانت كبيرة، وكان عدد تلك الخزائن كبيرا جدا لدرجة إذا جمعت تلك المفاتيح لا يستطيع 10 رجال حملها. 10 رجال؟ هذا عدد كبير جدا. وماذا صنع بهذا المال يا عم؟ ملأ حياته بالإسراف والترف، فبنى أفخر القصور ولبس أغلى الثياب، وأصبح له زينة تميزه بين قومه، حتى فتن قومه وتمنوا أن يكونوا مثله وأنساهم ذكر الله عز وجل. وماذا حدث بعد ذلك يا عم؟ اروي لنا. إن قارون كان من قوم نبي الله موسى عليه السلام، وكان له مال كثير وقصر عظيم. أرأيت قصر قارون وزينته؟ وهل هناك من لا يعرف قارون وغناه؟ إني سمعت أن خشب قصره مصنوع من خشب الصندل الذي رائحته معطرة، فإذا هبت الريح ملأت قصره عطرا. وسمعت أن الفص الذي في حذائه ثمنه يشتري قصرا. حتى الأحصنة التي تجر عربته عليها سروج من ذهب. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. لا تنخدعوا بزينة الدنيا، فإنها زائلة وكل نعيمها إلى فناء. لا بد أن نذهب إلى قارون ونعظه. ها؟ ماذا تقولون؟ يا قارون، لقد أنعم الله عليك بنعم كثيرة، وهذه النعم فيها لله حق. حق لله فيها؟ نعم، فالله هو خالق كل شيء، وهو الذي أعطى خلقه كل شيء، ولا بد من شكره على نعمه، وألا نفسد بها في الأرض، وألا نشغل بها عباد الله. وكيف هذا؟ أنا لا أفهم ما تقولون، ولا أدرك ما تريدون. ماذا تريدون مني؟ نريد منك أن تشكر الله على نعمه، وأن تستخدمها في طاعته، ولا تعصي الله بها، ولا تتكبر على الخلق بما آتاك الله من النعم، وتعطي الفقراء والمحتاجين، وأن تحسن كما أحسن الله إليك. أعطي الفقراء من مالي؟ لا، لن أعطي أحدا شيئا، وسوف أحيا كما يحلو لي، فهو مالي وأنا مالكه. اتق الله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، واعلم أن هذا المال سيفنى وسيبقى عليك حسابه، وأن تلك النعم ستزول ولا يبقى منها معك شيء، وستلقى الله ويسألك عن المال الذي آتاك، هل أطعته به أم عصيته؟ إنما اكتسبت هذا المال بعلمي وجهدي وذكائي، إنما أوتيته على علم عندي. الله هو الذي خلقك وأعطاك العلم والمال ورزقك، وأحياك وسوف يميتك، والله قادر عليك، فاشكره ولا تكفره، فإنا نحذرك من عقاب الله. اخرجوا من قصري، لا أريد أن أراكم أو أسمعكم، اخرجوا. قد نصحنا لك،
فتذكر نصيحتنا. وماذا حدث بعد ذلك يا عم؟ وفي يوم من الأيام يا أبنائي، خرج قارون في زينته، وكان نبي الله موسى عليه السلام جالسا يعلم الناس ويدعوهم، فمر بهم قارون فانشغل به الناس وبزينته وألهاهم عن الحق، فغضب نبي الله موسى فدعا الله عليه، فسخر الله له الأرض. إذا أمرها نبي الله موسى بشيء تفعله مع قارون. وهل دعا عليه نبي الله موسى؟ نعم يا ابنائي، فإن نبي الله موسى دعا الله أن يخسف بقارون وبداره الأرض. خسف؟ وما هو الخسف يا عم؟ الخسف يا ابنائي هو أن تبتلعه الأرض. تبتلعه الأرض؟ نعم، فإن الأرض من مخلوقات الله، خلقها الله وصنعها، والأرض تطيعه ولا تعصيه. أين قصر قارون؟ لقد ابتلعته الأرض هو وقصره وكل كنوزه. سبحان الله، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقلله لمن يشاء. سبحان الله، لولا أمن الله علينا لخسف بنا معه. نعم الحمد لله، فقد كنا نتمنى مكانه بالأمس، والآن نحن نخاف أن نكون مثله. نعوذ بالله من فتنة المال وفتنة الدنيا. أما كان له عقل ليعرف نعمة الله عليه ويشكره؟ بلى كان له عقل، ولكنه أوقفه وعطل حركته وعمله، فقد جرى وراء المال، وفتنة المال تغير النفس وتغيب العقل حتى ينسى الإنسان ربه، بل وينسى نفسه. نعوذ بالله أن ننسى ربنا. صدقتم يا أبنائي، وهكذا قد انتهت قصة قارون، فهو في عذاب إلى يوم القيامة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله يا أبنائي في قصة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل، رجل سقى كلبا فنال ثوابه، واستوجب الغفران بالرب الجميل، وثلاثة بالغار